يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص توفيت أمه، نعم، شخص توفيت أمه، وبعد دفنها قال هذا الرجل العزاء سيكون في المسجد، فأنكر عليه شخص وقال إن هذا بدعة، فهل قوله جائز أو هل قوله صحيح؟ تخصيص العزاء في المكان هذا لا أصل له، العزاء في كل مكان، سلمتين وانت ماشي، أحسن الله عزاك، جبر الله مصيبتك، غفر الله لميتك، بدون تحديد مكان للعزاء. نعم.